بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقتنا اليوم. معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهارده موعدنا مع حلقه جديده في كورس 412. في الحلقه اللي فاتت كنا خلصنا موديول 2 ليسون 1، الدرس الاول في موديول 2 كان بيتكلم عن الايس كازي. النهارده موعدنا مع موديول 2 برضو، ولكن الدرس الثاني بيتكلم على حاجه اسمها البرانش كاش. البرانش كاش عشان بس نبقى متفقين مع بعضينا، احنا هنتكلم فيه عن المفهوم، عن الفكرة منه، وازاي هنطبقه كأساسيات، ولكن تفصيلاته ده هيتطلب منك انك تدرسها كويس مع نفسك، لان الموضوع متعمق. يعني نقدر نقول ان احنا ممكن نعمل كورس مصغر في البرانش كاش. تمام، البرانش كاش انا لسه ما قلتلكش هو بيعمل ايه ولا بتاع ايه، بس انا بحاول بس افهمك الاول الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. البرانش كاش يمكن كتير مننا ما بيستخدموش في شغله كالعاده، لان احنا دايما مش بنستخدم كل حاجه، ولكن لما تعرفه يمكن تفكر انك تقترحه على مديرك، انك تنفذه في الشركه بتاعتك، وبنسبه 90% هتلاقي مديرك ما يعرفش عنه حاجه، مش لانه جاهل، ولكن لان دايما مستويات الكورسات، يعني الناس اللي بتاخد كورسات دايما بيكونوا شباب صغير، فالمديرين الكبار بيبتدوا ما ياخدوش كورسات تكنيكال كتير، دايما ياخدوا كورسات ادارية اكتر من كونها تكنيكال. يعني ممكن تلاقي مديرك بياخد اي تي اي ال، انت تاخد كورس تكنيكال، فبالتالي بيكون عندك معرفة عنه في هذه الجزئيات، فتبتدي تقترح عليه الفيتشرز والرولز الجديدة اللي موجودة في الاوبريتنج سيستم، وتدرسوها مع بعضكم وتشوفوا مدى اهميتها. في المنشآت الكبيرة يمكن تفيدك بشكل رهيب. البرانش كاش انا هديك معاه، يعني ممكن مع الحلقة كده هديك فايل اسمه بي سي ديبلوي، برانش كاش ديبلوي. لما تفتحه هتلاقيه فايل لذيذ كده زي ما حضرتك شايف، يعني بيتكون من 28 صفحة. لو قعدت قريته هتلاقيه بيتكلم عن البرانش كاش بالتفصيل، وازاي ممكن تستخدم فيها كل الحالات بتاعتها. طبعا الفايل دوت فايل ادفانسد، يعني الكورس مش شارح الكلام ده، الكلام اللي انا هقوله في الحلقة مش مشروح فيه كل التفاصيل دي، ولكن ممكن واحد يجي يقول لي لا يا باش مهندس انا عايز اعرف كل حاجة بالتفصيل، يا باش مهندس انت بتضيع مستقبلي. لا يا عم، ولا ضيع مستقبلك ولا حاجة، الفايل معاك ابتدي ذاكر فيه، 28 صفحة ياخدوا منك وقت كتير جدا في الفهم والتطبيق. تعالوا بقى نعرف مع بعض ايه هو البرانش كاش. البرانش كاش هو رول بنستخدمه في الشركة عندنا علشان نقلل الترافيك عن طريق الوان لينك. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا اتفقنا، تعالوا نتعامل معاكم على انكم لسه طلبة جداد، احنا اتفقنا ان احنا عندنا هنا سيرفر SVR، وعندنا هنا جهاز بي سي مثلا بي سي 1، تمام، ده بيرتبط بده، ولو جبنا بي سي 2 فده بيرتبط بده، وممكن الاثنين دول يرتبطوا ببعض، يعني زيتنا في دقنا، يعني احنا شبكه واحده. فطبعا دي بتسمى لان، شبكه داخليه، لوكال اريا كونكشن. ولكن لما نفس الموضوع يتكرر، عندنا بي سي 1 وعندنا بي سي 2، تمام، ودي موجوده في كايرو ودي موجوده في اليكس، معنى كده ان في ما بينهم وان لينك، وان وايد اريا نتورك، عن طريق خطوط الربط والسنترال والكلام ده كله. يعني 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 الفرع بتاع القاهره مربوط بفرع اسكندريه، مع ان كل ده واحد، كل واحد في حته، وممكن يكون فرع القاهره وفرع نيويورك، فده في دولة او ده في قارة وده في دولة تانية او في قارة تانية، فاذا المسافة ما بينهم كبيرة جدا. مش هو ده القصد، يعني مش معنى انك بتنقل داتا ما بين القاهرة واسكندرية ده معناه ان الداتا هتكون نقلها اسرع من انها تتنقل ما بين القاهرة ونيويورك، يعني
يعني الحتة دي على فكرة جت في دماغ ناس كتير بتفكر، مش هنقدر نقول عليها أغبية، لا ناس بتفكر، لأن دايما بيتعاملوا مع اللي بيسأل السؤال ده على إنه إنسان غبي. أنت يقولك أنت مجنون، أنت إزاي بتفكر كده؟ لا، هتلاقي إن هو ده الوحيد اللي فكر التفكير ده. أنا عايزك تقولي لو إحنا عندنا فايل 1 جيجا بايت، أيهما أسرع يتنقل ما بين، أو عفوا، واحد جيجا بايت أيهما أسرع يتنقل ما بين، نشرب دي خالص، كايرو وأليكس، ولا كايرو و يو اس اي اللي هي أمريكا، أيهما أسرع؟ الفايل 1 جيجا يتنقل أسرع ما بين القاهرة واسكندرية، ولا القاهرة وأمريكا؟ السؤال ده بيطرح بقى نفسه على بال كل واحد لسه مبتدئ في هذه المجموعة من الكورسات. فأنا عايز أقول لك إن الموضوع ملوش دعوة بالكيلومترات، يعني مش عشان القاهرة قريبة من اسكندرية يبقى الفايل هيتنقل أسرع، لا، الموضوع بيرتبط بسرعة الخط اللي بيتنقل عليه. يعني ربما يكون سرعة الخط ما بين القاهرة وأمريكا سرعة سريعة عالية، عالية السرعة، والقاهرة واسكندرية يكون خط ما بينهم خط بطيء. فنفس الفايل 1 جيجا يتنقل أسرع ما بين القاهرة وأمريكا عنه ما بين القاهرة واسكندرية. يعني الموضوع ليه علاقة بسرعة الخط مش بمسافة الكيلومترات. المشكلة كلها إن إحنا في بعض الأحيان بيكون بنستخدم أبليكيشنز بتشتغل من خلال بروتوكول HTTP أو HTTPS زي صفحات الإنترنت، أو حاجة بتستخدم SMB اللي هي سيرفر مسج بلوك اللي بتستخدم في عملية الأكسس على الفايل سيرفر، أو بنستخدم بعض الأبليكيشن اللي بتستخدم حاجة اسمها البيتس اللي هي الباك جراوند انتليجنت ترانسفير سيرفيس زي السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر. الكونفيجريشن مانجر من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها أو البروتوكولز اللي بيستخدمها هي البيتس. فلو احنا بنستخدم حاجة من الحاجات دي، وخلينا نتكلم اكتر على HTTP و HTTPS بحيث ان هي هتكون اوقع في الفهم. لو احنا بنستخدم الحاجات دي هتلاقي مثلا ان انت عندك لوكال ويب سايت او انترانت، الموقع داخلي داخل الشركة بيحمل ملفات معينة. يعني مثلا ونفترض ان احنا عندنا نموذج للعرض على الطبيب، لما واحد في الشركة يتعب وعايز يروح للدكتور ما ينفعش يروح للدكتور كامل لنفسه، لازم يحمل نموذج، النموذج ده يملاه يطبعه ويملاه ويروح يقدمه للخدمة الطبية، فالخدمة الطبية يتصلوا بيه يروح للدكتور في ميعاد محدد. ونفترض ان الفايل ده حجمه 1 ميجا، معمول PDF فايل 1 ميجا نموذج، وده موجود على الشبكة الداخلية للشركة بتاعتك اللي هي الانترانت. فاحنا عندنا الشركة بتاعتنا كبيرة ما شاء الله فيها 5000 موظف، فنفترض ان النهاردة في 500 واحد تعبوا. 500 واحد يا باشمهندس؟ يا عم هم 5000 واحد، فلما 5000 يتعب منهم 500، بلاش 500، 100 يتعب منهم 100، طبيعي اللي عنده برد واللي عنده كحة واللي عنده مش عارف ايه، ده طبيعي. فكلهم دخلوا عملوا داونلود للفايل الواحد ميجا دوت، للأسف كلهم عملوا داونلود في نفس الوقت. تخيل بقى كمية الترافيك اللي هتحصل على الشبكة بسبب هذا الفايل، بسبب الناس العيانة دي. فقال لك لا، احنا نعمل حاجة اسمها برانش كاش. البرانش كاش جاية من اسمها، يعني هنكيش الفايل ده في الفرع. ازاي؟ يعني لما يجي واحد، لو الفرع دوت فيه 500 موظف وفي 10 منهم تعبوا، وفي موظف منهم هو هيكون اول موظف في الفرع يفتح الويب سايت ويعمل داونلود للفايل ده من على الشبكة الداخلية للشركة. فبمجرد ما يعمل داونلود للفايل دوت، الفايل ده يتعمل له كاش. يتعمل له كاش فين؟ على سيرفر موجود داخل الفرع، وبناء عليه بعد كده لما الناس التسعة الباقيين يحبوا يعملوا تحميل او داونلود لنفس الفايل،
لما يجوا يعملوا القصة دي هيعدوا الأول على السيرفر علشان السيرفر يشوف لو هم طالبين نفس الفايل اللي عنده فيديهولهم على طول. تعالوا نفتح صفحة جديدة. يعني احنا عندنا هنا الدومين كنترولر بتاعنا سيرفر اهو محترم، وعندنا الويب سيرفر بتاعنا ده راجل ده موجود عندنا برضو داخل الشركة، والكلام ده موجود في الاتش كيو. الاتش كيو دي موجودة في القاهرة، تمام. طيب احنا عندنا فرع اسكندرية، جه موظف قاعد على بي سي 1 راح رايح للويب سيرفر قايله يا ويب سيرفر انا عايز الفايل اللي اسمه 1.pdf، تمام. لما نكون احنا مطبقين البرانش كاش، احنا في فرع اسكندرية هنكون حاطين دومين كنترولر طبيعي، طبيعي جدا يكون عندك دومين كنترولر داخل الفرع بتاعك، وهيكون عندنا برانش كاش هعمل بي سي بقى، بي سي ديت تعالوا نشطبها كده ونكتب هنا ايه بي سي يعني برانش كاش. فلما الاستاذ يعمل الموضوع ده واحنا مفعلين البوليسي بتاعت القصة دي، الفايل مش هيرجع له على طول. امال هيحصل ايه؟ الفايل هيروح داخل على البرانش كاش يتعمل له كاشنج، وبعد كده يخش ليه بي سي 1. طيب بي سي 2 هيروح جاي، راجل تعبان برضو عيان، هيروح داخل على الويب سيرفر بتاعنا ويقول له انا عايز الفايل اللي اسمه 1.pdf، تمام. فلما يجي يحمله مش هيتحمل على طول. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيعدي الاول على البرانش كاش، يروح مكلم البرانش كاش سيرفر يقول له يا برانش كاش انت عندك الفايل اللي اسمه 1.pdf؟ هيقول له اه موجود عندي. حلو قوي. يبتدي يتشيك. الكلام ده كله بيحصل من خلال هاشز، هاشز بيكريتها السيرفر عشان يتاكد من الفيرجن بتاع الفايل. بعد ما يتاكد انه عنده 1.pdf دوت، هيتاكد من الفيرجن. يا ترى الفيرجن اللي موجود على الويب سيرفر والفيرجن اللي موجود على البرانش كاش سيرفر، يا ترى متساويين ام غير متساويين؟ فلو متساويين يبقى الفايل اللي موجود على السيرفر هو اللي موجود عندنا في برانش كاش، فالبرانش كاش يرد على بي سي 2 ويدهوله على طول. فبدل ما كان هيحمل الفايل من على الوان لينك، هو حمل نفس الفايل من على اللان لينك، تمام. يبقى مفهوم البرانش كاش يتلخص في ان انا لو بستخدم انترانت داخل الشركة عندي وبيتم تحميل الملفات بشكل دائم، يبتدي يعمل كاشنج للفايلز دي عنده داخل الفرع، بحيث ان مش كل مرة حد يطلبها يروح يجيبها من السيرفر، لا يجيبها من المكان الداخلي الخاص بيه. ده توفيرا للباندوتس الموجودة عندنا، وعلشان ما نعملش هيدك على الوان لينك بتاعتنا ممكن نكون بنستخدمها في حاجات تانية اخرى. ده بشأنه طبعا ان هو يسرع البرفورمانس. يعني ما تقوليش ان انا عشان بس يعني بوفر الوان لينك يبقى انا كده بس عملية توفير مش اكتر. لا، ما هو انا لما ادوس على الفايل يداونلود في ثانية، وقبل كده كنت بدوس عليه داونلود في 5 دقايق، اعتقد ان ده هيؤدي لانجاز داخل الشركة. طبعا في انواع لهذه النوعية من البرانش كاش، فاحنا عندنا نوعين هما الهوستد كاش مود والديستريبيوتد كاش مود. اول نوع الهوستد كاش مود ده بيستخدم سيرفر. يعني ايه؟ يعني يكون عندنا سيرفر زي اللي انا قلت لك عليه دلوقتي اللي هو برانش كاش، هو اللي بيعمل كاشنج للفايلز اللي موجودة على الويب سيرفر واحنا بنطلبها بشكل دائم. النوع التاني اللي هو ديستريبيوتد كاش مود ده معمول للناس الفقيرة،
يعني انا عندي فرع فيه موظفين 3 مثلا ولا حاجة، فمش هروح اجيب لهم سيرفر برانش كاش. طب نعمل ايه؟ نقول سيادتك لما البي سي 1 دوت يروح يكلم الويب سيرفر ويداونلود الفايل اللي اسمه 1 دوت بي دي اف، لما يعمل الحركة دي خليه يعمل كاشنج عنده، تمام؟ طب لما هيعمل كاشنج عنده هيعمل ايه؟ هيقعد ساعتها بقى يقعد ايه، يبرودكاست بقى على الناس، يقول لهم خلي بالكم يا جماعة، انا عملت كاشنج عندي على الجهاز، فلما حد يحب يروح ينده لفايل يجي يسألني. فلما بي سي 2 يروح يسأل يعني يدور على الفايل اللي اسمه 1 دوت بي دي اف، قبل ما هيروح للويب سيرفر هيروح يسأل الراجل اللي جنبه ده، يسأله، ويبقى بي سي 1 بيسأله بي سي 2، وبي سي 2 بيسأله بي سي 1، وعارف انت بقى العك اللي بيحصل ده. يبقى هو اكيد كل جهاز منهم هيطلب فايل شكل، فبي سي 1 هيطلب الفايل اللي اسمه 1 دوت بي دي اف، والبي سي 2 ممكن يطلب الفايل اللي اسمه 10 دوت بي دي اف، والبي سي 3 يطلب فايل اسمه 15 دوت جي بي جي مثلا. فكل واحد هيطلب حاجة، فساعتها كل واحد فيهم لما يجي تاني يكلم الويب سيرفر، قبل ما يكلمه هيسأل الناس اللي جنبه، يا ترى انت معاك كذا، يا ترى انت معاك الفايل الفلاني، علشان ايه؟ ياخده منه بدل ما يروح يجيبه من هناك. طبعا انا بسميها عك يعني، ولكن هي مايكروسوفت بتقول لك انت هتستخدم البرانش كاش، يعني هتستخدمه. مش قادر تجيب سيرفر، ممكن تستخدم الاجهزه ان هي تتعامل مع بعضها من خلال الديستريبيوتد كاش مود، ولكن ده ليه عيوب، ان هو بيتكلم، يعني هي مايكروسوفت بتقول لك كده، بتقول لك ان الكيس اللي هتحصل دي هتحصل فقط داخل نفس السب نت بتاعتك، يعني مش هينفع لما نعمله ديستريبيوتد كاش مود ان احنا نقعد نتكلم كذا سب نت، لا احنا بنكلم الاجهزه الموجوده في نفس السب نت. طب ما ده عيب. طيب ماشي، لو البي سي 1 عامل كاشنج لاي فايلز جابها من ويب سيرفر، والبي سي 1 ده عمل هايبرنيت او عمل شات داون او بيريستارت او اي حاجه، الاجهزه التانيه مش هتقدر تكلمه، فاذا ملوش لازم. فعلشان كده يعني بيحاول ينصحك ويقول لك ان انت لما تحب تستخدم هذا الاوبشن، استخدم الهوستد كاش مود من خلال سيرفر موجود في الفرع، علشان تبقى الدنيا ماشيه كويس. طيب خلينا بقى نشوف احنا ازاي ممكن نطبق هذا الموضوع. زي ما قلت لك ان احنا يعني هنتكلم عنه بشكل اساسي، يعني مش هنتطرق لتفاصيل عميقه. طيب اول حاجه، يعني الشكل الطبيعي لاي حاجه احنا عايزين نحطها، ان احنا بناد رول اند فيتشر. فانا هاد رول اند فيتشر، سيرفر سيلكشن هو ده السيرفر بتاعي، هختار السيرفر رول. السيرفر رول بفتح فيه فايل اند ستورج سيرفيسز، هلاقي فيها الفايل اند ايس كاد سيرفيسز، افتحها تاني هلاقي جواها حاجه اسمها برانش كاش فور نتورك فايلز. طبعا انا عامل لها انستليشن قبل كده، يبقى الاوبشن ده لازم او الرول ده لازم نختاره. بعد كده بننتقل لمرحله الفيتشر، في فيتشر تانية لازم نختارها اسمها برانش كاش انستول، اهي انستول عشان انا عملت لها انستول. فيبقى عندنا رول وعندنا فيتشر، الاثنين دول لازم يكونوا متواجدين على الجهاز بتاعنا. بعد كده لازم ندخل في حته الجروب بوليسي، نفتح التولز ونختار جروب بوليسي مانجمنت. انا عملت جروب بوليسي اسمها برانش كاش، وخلي بالك ان انا جيت هنا في السكيورتي، عفوا الجزئيه دي اللي هو هيطبق اللي هي سكيورتي فلترنج، هيطبق البوليسي دي على مين بالظبط، فانا عملت ديليت لكل حاجه. فالمفروض حضرتك تاد السيرفرز والكلاينتس اللي المفروض تطبق عليهم البوليسي دي من هذه الجزئيه، او ببساطه تبقى تعمل لها لينك على الاو يو اللي انت عايز. داخل البرانش كاش هعمل رايت كليك واديت، علشان اديت داخل الجروب بوليسي. في الجزء الخاص بالكمبيوتر كونفيجريشن هختار بوليسيز، هختار ادمنستريتيف تمبلت، هختار نتورك. داخل النتورك هلاقي حاجه اسمها برانش كاش، يعني واضحه وصريحه. البرانش كاش اول واحده تيرن اون برانش كاش، عملت لها انيبل، وفي نفس الوقت عندنا حاجه اسمها سيت برانش كاش ديستريبيوتد كاش مود. يا ترى انت عايز تستخدم النوع اللي هو ديستريبيوتد كاش مود، ولا عايز تستخدم الهوستد كاش مود؟
زي ما انا اتكلمت معاك قبل كده، عايز تختار هوستد كاش مود ولا ديستريبيوتد كاش مود. فانا في الحاله بتاعتي اخترت ديستريبيوتد، اما لو اخترت الاوبشن الثاني انا اتفقت معاك ان الهوستد كاش ده بيعتمد على سيرفر، يعني انا لو فتحت اول واحد اللي هو ديستريبيوتد لا يعتمد على سيرفر، الاجهزه هتكلم بعضيها وخلاص، هتلاقيه بيعتمد على انيبولد وخلاص، انيبولد او ديسيبولد او نوت كونفيجرد، فانا خليته انيبولد. ولكن لو فتحت اللي تحتيها اللي هي البرانش كاش هوستد كاش مود اللي هو بيعتمد على وجود سيرفر داخل الفرع، لو فتحته هتلاقيه مش انيبولد وخلاص، لا هيسالك بعد كده يقول لك تايب ذا نيم اوف هوستد كاش سيرفر، اكتب لي بقى اسم السيرفر اللي هيكاش الكلام دوت، تمام؟ فانا عشان كده ما اخترتش عشان ما اعملش سيرفر تاني. ثم نختار الانيبل اوتوماتيك هوستد كاش ديسكفري باي سيرفيس كونكشن بوينت ونخليها انيبل. يبقى احنا دلوقتي لما اخترنا البرانش كاش اخترنا منها تيرن اون برانش كاش، واخترنا الديستريبيوتد كاش مود او زي ما تحب، عايز هوستد كاش مود يختار اللي انت عايزه، واخترنا الهوستد كاش ديسكفري باي سيرفيس كونكشن. دي اول جزئيه اخترناها في جزئية الجروب بوليسي. في جزئية أخرى في الحتة بتاعتنا دي اسمها لان مان سيرفر. اللان مان سيرفر فيها حاجة اسمها الهاش بابليكيشن فور برانش كاش، هنخليها انيبولد ونختار الاوبشن الثاني اللي هو allow hash publication only for shared folders on which branch cache is enabled. طبعا احنا اتكلمنا وانا قلت لك من شويه ازاي ان هو بيبتدي يتعامل مع الفايلز ويبتدي يعرف الفايل ده موجود على الكاش سيرفر ولا لا. طب لو موجود هو نفسه الفيرجن بتاع الفايل هو نفسه اللي موجود في الويب سيرفر ولا لا، كل ده بيتم من خلال هاشز، فالهاشز دي لازم تعملها انيبل. فالانيبل ده بيقول لك يا ترى انت عايز تعمل allow للهاشز بابليكيشن دي فور اول شيرد فولدرز لاي فولدر معمولها شير، ولا عايز تعملها على الشيرد فولدرز اون ويتش برانشز انيبلد اللي هي معمول لها برانش كاش على الفرع بتاعها، يعني الفرع اللي مش معمول له برانش كاش ما يتطبقش عليه الجزئيه دي. فعشان كده احنا بنختار الاوبشن اللي في النص اللي هو التاني. مهم جدا تاخد بالك من الجزئيه بتاعت اللان مان سيرفر. طيب احنا كده طبقنا البوليسي في الجزئيه بتاعت النتورك من خلال البرانش كاش واللان مان سيرفر اللي المفروض ان احنا محتاجينها علشان تطبق عمليه البرانش كاش. ينقصنا جزئية في الفاير وول. بنفتح الجي بي او اللي هي الجروب بوليسي، يعني نختار الويندوز سيتنجز، انا عايز اوصل للفاير وول، نختار منها السكيورتي سيتنجز. من داخل السكيورتي سيتنجز هنلاقي ويندوز فاير وول ويز ادفانسد سكيورتي، هلاقي جواها الفاير وول بتاعتنا، اختار فيها الانباوند رول. الانباوند رول بعمل عليها رايت كليك واقول له نيو رول، عايز رول جديد. الرول دوت هو متعرف قبل كده، يعني هم عاملينه مايكروسوفت معرفاه على اساس ان هو ممكن يستخدم، فقط المطلوب مني ان انا اعمل له تفعيل. فعشان كده بختار حاجه اسمها بري ديفايند. البري ديفايند لما افتحها هلاقي جواها حاجه اسمها برانش كاش كونتنت ريتريفال يوزز اتش تي تي بي، واقول لها نيكست واعمل لها تشيك بوكس عليها كده، اقول لها نيكست وفي الاخر اقول لها الاو واقول لها فينيش، اتحطت اهي. هعملها كمان مره نيو رول بري ديفايند واختار البرانش كاش اتش تي تي بي اس، لو بتستخدم ابلكيشن فيها اتش تي تي بي اس بهذا المنظر، واعمل رايت كليك تالت مره ونيو رول رول سوري، ونختار برانش كاش بير ديسكفري يوزز دبليو اس دي، عشان لما يعمل عمليه ديسكفري للبرانش كاش سيرفر واقول له نيكست وعلم على التشيك بوكس نيكست تاني allow connection finish. يبقى انا كده نزلت الرول او الرول وعملت رول داخل الفاير وول اكسبشن علشان
ما يمنعش الترافيك بتاعت البرانش كاش، وعملت جروب بولسي اطبقها على القيود اللي انا عايزها علشان اطبق الجزئية بتاعت البرانش كاش. هتطبق ازاي القصة دي؟ هتطبقها من خلال ان حضرتك تعمل ويب سايت داخلي. الويب سايت الداخلي دوت داخل الشركة عندك، تحط فيه فايل حجمه مثلا 50 ميجا، ومرة تروح عمله داونلود من غير البرانش كاش على احد الاجهزة، وتمسك الستوب ووتش وتشوف هياخد وقت قد ايه عشان يداونلود. بعد ما تخلص العملية دي تطبق موضوع البرانش كاش والداونلود نفس الفايل، هتلاقي ان الفايل ما خدش ثواني علشان ينفذ هذه الجزئية. محتاج ان انت تقعد تطبق الكلام دوت. يعني انت ممكن تطبق زي ما انا قلت بس كده، خلاص هو ده المطلوب منك. ممكن تكون محتاج معلومات اكتر او تفاصيل اكتر، هيكون من خلال الفايل اللي انا عامله لك اتاتش مع الحلقة، وهيكون موجود على الويب سايت. الجزئية الاخيرة اللي عايز افكرك بيها، ان البرانش كاش نقدر نقول عليه ان هو ميكسد مود. يعني انا قلت لك ان في نوعين منه، هو الهوستد كاش مود والديستريبيوتد كاش مود. ميكسد مود يعني ان انت ممكن تطبق الاتنين داخل الشركة عندك، يعني تخلي الاجهزة تكلم بعضيها او تخلي الاجهزة تروح للسيرفر، ولكن بشرط انك تطبق واحدة منهم على فرع بعينه. يعني ما ينفعش تيجي على فرع وتقول له انت يا فرع، هيطبق عليك الاتنين الهوستد كاش والديستريبيوتد. يعني في الاول، يعني تحب تعمل ناصح بقى، يعني في الاول لما تحب تجيب الفايل كلم الاجهزه اللي حواليك، لو ما لقيتش روح كلم السيرفر. لا، ما ينفعش، لازم تختار واحده منهم في هذا الفرع. طب الفرع الاخر، لك الحريه في انك تختار اوبشن اخر في الفرع الاخر، يعني كل فرع على حسب الظروف بتاعته. اعتقد ان البرانش كاش ممكن ما تكونش مستخدمه زي ما قلت لك، ولكن انا شايف ان هي حاجه جميله. لاحظ ان هي من ضمن الاهميه بتاعتها انك ممكن تستخدمها في حمايه الاكستشينج سيرفر. الاكستشينج سيرفر ده هو السيرفر الخاص بالبريد الالكتروني المنتج من شركه مايكروسوفت. ولنفترض ان انت جيت قلت يا جماعه احنا النهارده اول السنه، فاحنا عايزين نعمل صوره تهنئه للناس بالعام الجديد. فالصوره دي حجمها 1 ميجا، رحت انت حاططها في مسج وبعتها لكل موظفين الشركه. فموظفين الشركه زي ما قلت لك موظفين كتير، بسم الله ما شاء الله عندنا 5000 موظف. فلما بعت الفايل دوت اللي هو 1 ميجا، عملت لك 5000 ميجا. تمام، ما هو 1 ميجا في 5000، انا متهيألي ممكن تطلع اكتر يعني. لا هو 5000، فيعني نقدر نقول دخلنا في 5 جيجا. يعني حتى لو الحسبة غلط هتلاقي ان رقم كبير. فانك تعمل مسج بهذا الحجم على الاكستشينج او اي نظام بريد الكتروني اخر، معنى كده انك بتوقع الميل سيستم عندك في الشركة، غير انك هتاخد المساحة بتاعتها كلها. فالحل ان انا ما عملش الحركة الغبية دي. دايما الموظفين الجداد بيعملوا الحركات الغبية دي، يروحوا بعتين الفايل تروح الدنيا واقعة، السيستم ادمنستريتور يتعك فيه. طبعا السيستم ادمنستريتور بيكون قافل الاوبشن ده من الشركة عنده، ان هو مش اي حد يبعت لكل الموظفين مرة واحدة، لازم يكون تايتلز معينة او مديرين معينين. رقم 2 ان هو بيحدد حجم الفايل بحيث ان الفايل ما ينفعش يعدي الحجم الفلاني علشان يتبعت. طب ما هو الراجل مشي قانوني، الراجل بعت فايل 1 ميجا، بس بدل ما يبعته لواحد لا بعته ل5000، فالحجم كبر. طب ايه الحل؟ ان انا احطه على الشبكة الداخلية للشركة، ولما احطه على الشبكة الداخلية للشركة هيكون لي لينك، اخد اللينك دوت احطه في المسج بتاعتي وابعتها للناس. فاذا اي حد يفتح المسج هيلاقي اللينك، يروح دايس على اللينك عامل داونلود للفايل عنده. طب يا باش مهندس ما نفس القصة؟ لا، المرة دي بقى هيكون في البرانش كاش، هيخلي الفايل ينزل اسرع، ومش هيخليه كل شوية تعمله داونلود، لا هيبقى تعمله داونلود مرة واحدة عند السيرفر، والناس بتبتدي تاخد الفايل من السيرفر. طبعا في رغي كتير وكلام كتير، ولكن احنا هنكتفي بهذه الجزئية في
البرانش كاش نظرا لتعمقه. اتمنى ان يكون الشرح البسيط دوت افادكم. شكرا لحسن استماعكم، والقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.